صباح طيب وكله خير على حضراتكم. ودلوقتي جه ميعاد نشرة الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودافي على السواحل الغربية، وبالليل كمان الجو هيكون مائل البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية ومعتدل على جنوب الصعيد. كمان النهاردة في نشاط للرياح على كافة الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة بشمال الصعيد، وده مع وجود فرص لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في فرص لأمطار خفيفة على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية. دلوقتي خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس، خصوصا ان كان امبارح ما فيش رياح مثيره للرمال والاتربه، النهارده في، امبارح كانت درجات الحراره عاليه، النهارده قلت بقينا في الثلاثينات. طمنينا عن حاله الطقس الربيعي اللي احنا بنعيشه لحد النهارده. هو طبعا بالفعل يمكن بدات تنكسر موجه ارتفاع قيم درجات الحراره، حسينا انكسارها بالامس واليوم تنتهي تماما. اليوم هيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره في اغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد. تنخفض قيم درجات الحراره بمعدل من 4 لـ5 درجات، وده في معظم المحافظات الشماليه عن امس واول امس. بالاضافه كمان ان احنا بنتاثر طبعا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، هتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فده يساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. كمان اغلب مصادر الكتل الهوائيه، اصبح الكتل الهوائيه الشماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، الكتل دي معتدله بشكل كبير في قيم درجات حرارتها. فاليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار وتحديدا فتره الظهيره 29 درجه مئويه، لكن طبعا دي درجه الحراره المقاسه في الظل، فبالتالي اجواء اليوم هي اجواء ربيعيه مائلة للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق كمان من شمال إسرائيل. أجواء دافية ومعتدلة تماما في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط. تبقى شديدة الحرارة في محافظات جنوب إسرائيل رغم انخفاض قيم درجات الحرارة كمان في جنوب إسرائيل عن الأيام الماضية، لكن لسه أجواءها شديدة الحرارة فترة النهار. فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، عودة البرودة تاني فترة الليل والأجواء المائلة للبرودة. فترة الليل المتأخر فترات الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان إن اليوم أيضا متوقع مع انخفاض قيم درجات الحرارة يكون في نشاط رياح. نشاط رياح ده هيكون موجود في معظم محافظات الجمهورية، سرعاته هتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، هيساعد بشكل كبير في المحافظات الشمالية على الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة والبرودة فترة الليل، لكن في المناطق الجنوبية هيكون مثير للرمال والأتربة. فنشاط رياح مثير للرمال والأتربة بجنوب البلاد في مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مناطق كمان من جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد. طيب يعني الرمال والأتربة دي هتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية ومرضى الحساسية ولا خفيفة ممكن تعدي؟ في المحافظات اللي احنا ذكرناها ممكن تأثر على مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية طبعا، لكن إن شاء الله ما تأثرش بشكل كبير على الرؤية الأفقية، لأن دايما مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بيحسوا بأي أتربة موجودة صحيح في الجو. لكن طبعا احنا بنأكد ان ده هيبقى في المحافظات اللي موجودة في جنوب البلاد أو سلاسل جبال البحر الأحمر، القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية إن شاء الله ما فيهاش أي أتربة ورمال مثارة. لكن كمان في عندنا النهاردة الأمطار، كميات الأمطار اليوم تزيد عن امس في بعض المناطق ونلاقيها كمان في مناطق اخرى، يعني اليوم ايضا متوقع فرص امطار خفيفه على مناطق من محافظات شمال البلاد اللي هي السواحل الشماليه، الوجه البحري، مدن القناه، ممكن كمان نلاقي فرص لامطار في مناطق من القاهره الكبرى. مطرت من شويه بالفعل في القاهره. بالفعل هي بتبقى فرص امطار خفيفه الحمد لله، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه في المناطق الشماليه، لكن المحافظات الموجوده في جنوب البلاد كميات الامطار تزيد عليها، تصبح امطار خفيفه الى متوسطه ورعديه على مناطق من جنوب البلاد اللي هو وسط وجنوب الصعيد، مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء. الطبيعه الجبليه والجغرافيه في الاماكن دي ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول، لكن ان شاء الله ما تبقى السيول خفيفه ما فيش منها قلق، خاصه زي ما قلنا في جنوب سيناء او سلاسل جبال البحر الاحمر. الامطار اللي موجوده في الجنوب او سلاسل جبال البحر الاحمر تستمر معانا كمان لبكره السبت ان شاء الله، استمرار فرص الامطار واستمرار تشكل السيول،
لان المناطق دي تحديدا بتاثر بكتل هوائيه رطبه قادمه من على البحر الاحمر ومخاطب جوي موجود على البحر الاحمر. لكن هننصح كل الساده المواطنين، الحمد لله قيم درجات الحراره تراجعت وانخفضت بشكل كبير وخاصه كمان فترات الليل، وهتستمر معانا على مدار الاسبوع اللي جاي. لو احنا ابتدينا الملابس الصيفيه فتره النهار يفضل فترات الليل المتاخر او الصباح الباكر ما يكونش طبعا ملابس صيفيه بشكل كامل، ناخد بالنا بشكل كبير من الامطار الموجوده في جنوب البلاد او فرص تشكل السيول بقدر الامكان تكون القياده على الطرق المؤديه من والى المحافظات الجنوبيه، تكون القياده بهدوء تام، وطبعا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه لان الربيع دايما بيحصل فيه تغير في التوزيعات الضغطيه او في التنبؤات من يوم للتاني. طيب طمنينا على حركه الملاحه البحريه ونسبه الرطوبه النهارده عامله ازاي؟ نسب الرطوبه الاول اليوم مش هتكون مرتفعه بالشكل الكبير، حتى لو الكتل جايه من على البحر المتوسط فهيكون معانا نشاط للرياح مش هيسمح بشكل كبير على احساسنا بوجود رطوبه في الجو، فبالتالي نسب الرطوبه مش هحس بيها بالشكل الكبير. وطبعا سرعه الرياح على البحر الاحمر او البحر المتوسط هنلاقيها معتدله، فبالتالي ده هيؤدي لاعتدال حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر والبحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 1 إلى 2 متر يعني على البحرين لا يتجاوز 2 متر، فبالتالي هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. لكن احنا دايما بنقول لو في ساده مصيفين على الشاطئ او في ناس حابه تنزل البحر ناخد بالنا من التعمق داخل البحر، لان دايما ارتفاع الامواج للصيادين يختلف عن ارتفاع الامواج للساده المواطنين اللي بيحبوا ينزلوا البحر في فتره. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منور غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 29 والصغرى 17، العاصمة الإدارية 30-16، اسكندرية 23-16، والعلمين 22-15، مطروح 21-14، ودمياط 24-18، بورسعيد 25-20، الإسماعيلية 30-18. هنروح للسويس العظمى فيها 28 والصغرى 18، العريش 24-16، وكاترين 24-12، وطابة 36-20، حلايب 28-24، شلاتين 32-25، شرم الشيخ 36-25، الغردقة 34-22، الفيوم 31-18، بني سويف 32-18، الوادي الجديد 36-23، أسيوط 32-20، سوهاج 34-22، وقنا 38-24، الأقصر 38-24، وأخيرا أسوان العظمى فيها 29 والصغرى 25. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لمنى محمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليكي لميا.